يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منجزرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع للملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نازل بي يا ربي ما قد تأكدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله. وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لما خذلت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك، واكسر عني السلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك، واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا ربي ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، فأنت قادر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. آمين.